أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مدد يا رب مدد بلا حصر ولا عدد، إلى الأمد إلى الأمد إلى سورة الفاتحة. أمدنا بمدد الأمداد، اللهم أمدنا بمددك ومدد رسولك الكريم صلى الله عليه وسلم. اللهم أمدنا بما أمددت به رسولك الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اجعلنا أحب خلقك إليك وإلى رسولك صلى الله عليه وسلم، وأفرح خلقك بك وإلى رسولك صلى الله عليه وسلم، وأسعد خلقك بك وإلى رسولك صلى الله عليه وسلم، وأفضل خلقك إليك وإلى رسولك صلى الله عليه وسلم، وأعلم خلقك بك وبرسولك صلى الله عليه وسلم. وأنزلنا منازل الصديقين من غير حول منا ولا قوة، وإنما بمنط حولك وقوتك وجودك وكرمك وتفضلك علينا يا أرحم الراحمين. آمين والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك ونبيك المؤمن وعلى آله وصحبه وسلم، وشرف وكرم وبارك وبجل وعظم وأنعم عدد ما أحق به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك. وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين وعنا بهم وعنا معهم يا أرحم الراحمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتبتلج به الكرب وتغطى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم، ويستسقى الغمام من وجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله يا حي يا قدوم. آمين والحمد لله رب العالمين. أما بعد، قرأنا الفوائد التي ذكرها حاتم الأصم لشيخه شقيق البلخي، وهذه الفوائد نختصرها. أول فائدة أن واحد وأنت تعيش أنك هناك في قبر، والقبر لا يغمسك فيه إلا عملك الصالح، فتعمل للعمل الصالح. ثاني فائدة، مجاهدة النفس، أنه وجد أن النفس تخالفه في اتباع القرآن والسنة الشريفة المطهرة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، فإنه أخذ في تهذيب نفسه ومجاهدتها. والفائدة الثالثة أن الناس كانت تسعى إلى تحصيل حسن حطام الدنيا، فهو جعل ذلك الحطام يبذله للناس وبذل الخير للناس. الفائدة الرابعة هي أن كل إنسان يبحث عن نوع من الشرف والعزة، وجد شرفه وعزته في تقوى الله تعالى. الفائدة الخامسة أن رأيت الناس يذم بعضهم بعضا غيبة لميمة وبهتان، فترك ذلك لله تعالى، فما حسد أحدا ولا اغتاب أحدا ولا ورضي بما قسم الله له تعالى. الفائدة السادسة أنه لا يعادي أحدا إلا إبليس عليه لعنة الله. الفائدة السابعة، كل الناس يسعى لطلب الكون، فهو علم أن الله قد ضمن له الرزق، فاطمأن قلبه وانشغل بعبادة الله عن الطلب ما ضمن عن طلب ما ضمن له من الرزق والأجل. والفائدة الثامنة أن رأى كل واحد معتمدا يعتمد على شيء ويركن إليه ويستند إليه، فجعل معتمده وركنه وسنده هو الله سبحانه وتعالى وتوكل عليه. فدي الفوائد التي ذكرها سيدنا حاتم الأصم من التي تعلمها من شيخه أو الشيخ شقيق البلخي. فقال شقيق: وفضل الله تعالى إني قد نطقت التوراة والإنجيل والزبور والقرآن، كما وجدت الكتب الأربعة تدور على هذه الفوائد الثمانية التي ذكرتها، فمن عمل بها كان عاملا بهذه الكتب الأربعة. أنت يوم نقرأ شيء جديد. قال: أيها الولد، قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وعلوم شيخنا في الدارين: قد علمت أيها الولد، قد علمت من هاتين الحكايتين أنك لا تحتاج إلى تكثير العلم، والآن أبين لك ما يجب على سالك سبيل الحق.
فاعلم انه ينبغي للسالك شيخ مرشد مرب ليخرج الاخلاق السيئه منه بتربيته ويجعل مكانها خلقا حسنا. ومعنى التربيه يشبه فعل الفلاح الذي يقلع الشوكه ويخرج النباتات الاجنبيه من بين الزرع ليحسن نباته ويكمل ريعه. ولا بد للسالك من شيخ يؤدبه ويرشده الى سبيل الله تعالى، لان الله تعالى ارسل للعباد رسولا للارشاد الى سبيله، فاذا ارتحل صلى الله عليه وسلم قد خلف الخلفاء في مكانه حتى يرشدوا الى الله تعالى. قال: قد علمت من هاتين الحكايتين انك لا تحتاج الى تكثير العلم، مش محتاج لكثير من العلم. ولذلك قال: وعلم علم المندوب مندوب، وعلم المباح مباح، وعلم فرض الكفايه كيف فرض كفايه، وعلم فرض العين فرض عين، وعلم المكروه مكروه، وعلم الحرام حرام. فالعلم ياخذ الحكم العمل، فانت لا تحتاج الى تكثير العلم. إلا أن العلم بالدين شيء يعني يرتقي به الإسلام، ولو كان ذلك شيء طبقة الرمان، طبقة الناجين. الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه وعالما متعلما. كل شيء في الدنيا ملعون إلا الأشياء دي. ذكر الله وما ولاه، قال ولا على ذكر الله، داوم على ذكر الله، أو ما ولاه أي داوم على طاعة الله تعالى. ولا عالم متعلم، دول النجاة، أما ما سوى ذلك من الدنيا فملعون كما نص الحديث. فالعلم له فضل عظيم، بل العلم بالله هي درجة قربك من الله تعالى، علمك به وبشرعه وبرسوله. كلما ازددت علما كلما ازددت قربا، كلما ازددت سعادة، كلما اطمأن قلبك ورضيت بأقدار الله تعالى وفوضت أمرك إليه فكنت في راحة. كما ذكرنا قبل ذلك أن أولياء الله الصالحين يقولون: نحن في نعيم لو علمه الملوك لجادلون عليه، قاتلون على ذلك النعيم. هو ترضى عن الله، ترك الأمر لله، التفويض لله، العلم واليقين على أن الرزق بيد الله تعالى والأجل بيد الله. فبيلبسك كده بهادي مطمئن لله تعالى وتسود اموره كانك افضل من الملوك. قال: فلا تحتاج الى كثير من العلم، لان العلم خاصه راقيه، العلم بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم تدخلك في مقام الصديقين ومقام الاولياء الصالحين. والان ابين لك ما يجب عليك على سالك سبيل الحق. فاعلم انه ينبغي للسالك شيخ مرشد مرب. شيخ، كل من ليس له شيخ فشيخه الشيطان. لان ايه؟ بيبتدي هو ايه؟ يعمل دين لنفسه. كما يقولون الدين الموازي. دين موافق لهواه. لا يريد ان يملى عليه الشرع، هو اللي بيملي الشرع من نفسه. فيتبع هواه. وما عبد شيء اشد من الهوى. فرأيت من اتبع الهه هو من اتخذ الهه هو هوى. فالشيخ ده يرى ما لا ترى انت. الانسان وهو في حالة نوع من الغفلة وقد يكون عنده عبادة وكل شيء، إلا يكون قلبه ليس عنده المقاييس الشرعية التي يزن بها القلب ويزن بها الأعمال، أو على الأقل يزن بها القلب. الأعمال ظاهرة، الأحكام والشروط والأركان والأسباب والواجبات والموانع موجودة في كل حاجة من الأحكام الظاهرة بالنسبة للعبادات والمعاملات، لكن بالنسبة للقلب غير موجودة إلا عند المتخصصين اللي هو إيه؟ الشيخ. ماشي. فالشيخ ده بيطلع على القلب، او يطلع على الله تعالى، او بدون اطلاع عنده الفطنه والملكه التي تدركه تجعله يعلم حال الانسان. ده على الاقل. فالشيخ دي مراتب كثيره، في شيخ ينكشف له حال القلب تماما. ماشي.
وفي يعني درجات الشيخ المشايخ دول كتير. اولا المشايخ لازم يكون الشيخ يكون عالم ها وعامل عالم بالشرع وعامل بالشرع، ده اقل حد في الشيخ. اللي ما بقاش عالم بجاهل يبقى لا يصلح للمشايخ، مش عامل يبقى لا يصلح للمشايخ، يبقى لازم يكون عالم عالم. وكلما ارتقى في ذلك كلما انكشف له لمدد من الله تعالى ها وهدى من الله تعالى يكشف له الاحوال حتى يصير الى ان يكون واحد من الايه النجباء بدون 313 رجلا في امتي غالبهم في مصر النجباء دول 313 واحد 313 رجلا اسمهم النجباء. لما واحد منهم بيموت من النجباء دول بينتقل واحد من الاولياء الى طبقه النجباء، واحد ولي لكن الاولياء كتير، اولياء كتير قوي غير محصورين خلاص. فلما واحد بيموت من النجباء ينتقل واحد من الاولياء الى درجه النجباء عشان يصير عددهم بصفه دائمه في الارض 313. وبعدين بعد كده اما حد في طبقه اعلى منهم 40 اللي هم الابدال، والابدال دول لما يموت منهم واحد ينتقل واحد من النجباء الى مكان الابدال. الاربعين لهم اربع اقطاب، ده ورد احاديث بذلك. والاربع اقطاب دول لما واحد منهم يموت ينتقل واحد من الابدال يكمل الاربع اقطاب وهكذا. واحد من ينتقل 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 لغايه ما يصل القطب. القطب ده قطب الوجود، قطب الزمان. وده بيكون هو ايه؟ اسمه الوارث محمد، القطب، قطب الوجود، قطب الزمان. ها كما يقول الشيخ البجرمي في الحاشيه عن الامام الشافعي يقول اخذ يرتقي في العلم حتى صار قطب زماني. ها؟ حتى صار قطب الوجود كما يقول كده. القطب ده هو اكثر واحد على حال النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. فحاله يقف عليه حال النبي صلى الله عليه وسلم من اكثر الناس امتثالا في مقدوره لظواهر الشرع، واكثر الناس امتثالا بقلبه لحال النبي صلى الله عليه وسلم الباطن. فتلاقيه يغلب عليه الرحمه. يغلب عليه احوال النبي صلى الله عليه وسلم الباطنه والظاهره. ده لازم الوارث المحمدي القطب، قطب الزمان، قطب الوجود، يطلق عليه افكار كثير. فده اعلم اهل الارض واكثر امتثالا للشرع ظاهرا وباطنا، ده يبقى قطب الوجود. نتكلم عن الشرع، ما فيش حاجه خارجه عن الشرع ابدا. خلاص؟ تجد الامام السيوطي الف كتابا سماه الخبر الدال على صحة وجود الأقطاب والمعجبات والإيه والأوتاد والأبدال. في أحاديث تدل على ذلك، جمع فيها رسالة كاملة الإمام السيوطي الخبر الدال على صحة حديث وجود الأقطاب والمعجبات والأوتاد والأبدال. وشرح الحديث وجاب اقوال الامام احمد بن حنبل يقول فلان من الابدال، واستدل ادله كثيره. وهذا رساله كامله تتكلم عن هذه الدرجات والطبقات. اول حاجه في ايه يجب على السالك سبيل الحق الطالب لله تعالى المريد انه ينبغي للسالك شيخ مرشد مربي. اقل حاجه في الشيخ المرشد المربي ان يكون متزن ظاهرا وباطنا بالشرع الشريف. القدر ان كان ضعف والتوافق في الالتزام وامتثال الاوامر يختلف الى ان يصل الى ايه؟ قطب الوجود او ايه الوارث المحمدي اللي احنا قلنا عليه ده. فكل واحد من هؤلاء له نوع من الكشف. ممكن واحد ما يحصلش عنده كشف خالص، لكن بوصفه الحال يقدر يدلك. ده عامل زي الطبيب الموجه المرشد اللي بيسال. لازم الانسان يكون ليه هذا، لان الانسان وهو في مشكله معينه بنفسه ها؟ لا يستطيع ان يحلها لانه داخل المشكله. لكن الناظر من الخارج يطلع على ما لا يطلع عليه صاحب المشكله فيستطيع ان يصفها ويحللها ويجد النظر اكثر والدقه في وجود الحل اكثر واوضح بالنسبه لخارج المشكله. فالانسان دائما هو في علاج القلب. انا اعرف ازاي؟ تجد كل الناس تظن ان قلوبها صحيحه وسليمه 100% وليس كذلك. ممكن واحد يرتاب يقوم ذلك بينام يظن ذلك، بيحسد ومش دريان. ها يستكبر يصيب العجب، كل الامراض القلبيه تصيب دون ان يدري.
فالشيخ هو اللي يرى كده يقول لا اعمل كذا لا اعملش كده. فقلنا درجات الشيخ انها متفوته الى ما شاء الله تعالى حتى ان يصل الى قطب الوجود او ايه الولد ابن محمد. فاعلم انه ينبغي للسالك اي مريد طريق الله تعالى طريق الله تعالى شيخ مرشد مرب ليخرج الاخلاق السيئه منه بتربيته ويجعل مكانها خلقا حسنا. الاخلاق في اخلاق رديئه واخلاق حميده. الاخلاق الرديئه لها طرفي نقيض شرحنا كده الكذب كان مفروض عليها من كده شرحنا طرفي نقيض الاخلاق الرديئه لا مانع من التكرار لو كنا شرحنا الاخلاق الرديئه بتكون اخلاق مذمومه شرعا بخل جبن كبر عجب ومثل ده 53 اخلاق خلق رديء 53 ذكرهم الامام الغزالي يمكن اكثر من كده ذكرهم في الاحياء في باب المهلكات. فكل صفه رديئه لها طرفي نقيض اللي هي اسراف وتقتير. مثلا نيجي اكيد مثال خلق الشجاعه خلق الشجاعة ده خلق مفهوم محمود شرعا لكن هذا الخلق لها الطرف النقيض أحدهما الجبن والآخر التهور فذو الطرف النقيض إسراف وتقتير إسراف وتقتير يكون فيه طرف النقيض الشيء فبيه يكون عنده جبن زائد بيخاف يخش النار والتاني عنده تهور يخش وهو ضعيف ومش مستطيع ولا يأخذ بالاسباب فالتهور والتجرد جرأه زائده الشجاعه منتصف بقى بين ايه؟ بين التهور وبين الجبن خلاص؟ مثلا ايه؟ فالانسان مطالب انه يحصل الشجاعه لانها خلق محمود شرعا وبالتالي يعني يترك ايه؟ الطرف النقيض اللي هو الجبن او التهور ويفضل يحاول يصل الى الوسط، الوسط اللي هو ايه؟ الشجاعه وهكذا اخلاق كثيره جدا تجد كل الاخلاق معظمها كده لها طرف نقيض والوسط هو جعلناهم امه وسطا اي في الاخلاق ايضا في كل شيء فتجد الشجاعه والوسط الكرم بين البخل وسط بين طرف البخل والطرف الاخر ايه الاسراف وهكذا فكل الاخلاق الرديئه لها طرف نقيض ولها وسط الوسط بتاعها هو ايه الحد المحمود شرعا واضح فالشيخ وبعدين ايه برضه نكمل الوصف ده فاذا وصلت الى الوسط اخذت ترتفع في الوسط ده ترتفع في الوسط الى حد النبي وسط حد الوصف ده عند النبي صلى الله عليه وسلم ماشي الغضب هو نقيض نقيض الاخر هو ايه عدم الغضب مطلق من استقبل فلم يغضب فهو حمار كما قال الامام الشافعي طب الغضب الرسول صلى الله عليه وسلم لا تغضب لا تغضب لا تغضب لا تغضب ولا تلجم صلى الله عليه وسلم ففي وسط ده ايه؟ الغضب لله. ان يكون الغضب ده انت متحكم فيه. جميل؟ انك نتيجه الغضب طبعا ينتج عنه محرمات غيبه نميمه وبهتان ضرب للايد قذف شتيمه ده كله ينتج عن الغضب لما يحدث كده. فلما انت وصلت لحد النصف اللي ايه؟ تحكمت فيما ينتج عن الغضب من الصفات الرديئه سواء بالقلب او او بالفعل او بالكلام يبقى انت وصلت انك انت ايه؟ ماسك الغضب بتاعك ده الحد الاوسط بتاعك. متحكم. لكن واحد تاني استغضب ولم يغضب فالطرف التاني نقيض. ده حمار. نيجي بقى للحد الاولاني بقى ارتفاع الغضب. ان احنا نرتفع فيه الى مقام النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يغضب الا اذا تلكت حدود المقعد. واذا تلكت لم يقم لغضبه شيء حتى ينتقم لله تعالى صلى الله عليه وسلم. يبقى الغضب هنا ايه؟ معقده ومطلوب
الغضب في قتال الكفار المحاربين مفهوم؟ روح أشداء على الكفار الرحمات بينهم خلاص؟ إلى أن يصل الغضب إيه؟ أن يكون لله تعالى فقط. يبقى ده إيه؟ معيار الرقي في الغضب. أنا تحكمت فيه بدل حد الأدنى وصلت للوسط. الرقي فيه أن يكون غضبي لله. واضح؟ كحال النبي صلى الله عليه وسلم. فحال النبي في هذه الأوصاف السامية الجميلة هو الحال الأعلى والأمثل، وهو عين كل صفة حسنة وأعلى شيء في كل صفة حسنة صلى الله عليه وسلم. فيجي المربي بيعمل إيه؟ الشيخ المرشد المربي ده يخرج الأخلاق السيئة منه بتربيته، يخرج الأخلاق السيئة منه بتربيته، يجد عنده أخرى، والشيخ يوجهه إلى نوع من الإنفاق والتصدق وما إلى ذلك، يجد عنده تقصير في نوع من العبادة في الذكر، يصيب الذكر والموبضة ومضبع الفئة على الذكر، يجد عنده نوع من التقصير في التفكر والتدبر، يصيب لا إيه مرشد يرشده يصيب ويكون مربي ليخرج الأخلاق السيئة منه بتربيته ويجعل مكانها خلقا حسنا. ومعنى التربية يشبه فعل الفلاح الذي يقلع الشوكة ويخرج النباتات الأجنبية من بين الزرع ليحسن نباته ويكمل ريعه. ده المثال الحسي بمثل المربي زي الفلاح. الفلاح بيحرس الارض ويبذل البذر، كل ده تمهيد. ما هو في مراحل كثيره في العلاج النفسي حسب النفس التي تعالج. فده الاول بيحفر الارض عشان يمهدها للزراعه، وبعدين يبتدي يبذل فيها البذر ويسقيها، بعد كده بتظهر نباتات اجنبيه. هذه النباتات تمتص بعض الغذاء الموجود في الارض، وعايز بقى الغذاء كله يكون للنبات الذي يزرعه، فيبتدي يخلع وينزع تلك النباتات الاجنبيه. وايضا لو وجد الشوك يشيل، يجد الشوك ينزع ويخلع الشوك ويخرج النباتات الاجنبيه من بين الزرع ليحسن النبات. يبقى النبات يكون على احسن ما يكون، اي ويكمل ريعه اي يكون على اكمل ما يكون من ايه؟ من الكم، فايه يكمل العائد بتاعه. والشيخ ده يعني المربي ده المفروض المربي ده لا يكلف المريد كما يقول الامام الغزالي في الاحياء، لا يكلف المريد ما لا يطيق، ما لا يطيق. لازم ينظر الى حال المريد. ولذلك قالوا ايه يعني من جميل ما كتبه الامام الغزالي تربيه الاولاد في ايه في السلوك وتربيه الكبار، ده بين ورا بعض ذكرهم في الاحياء. يقول في تربيه الاولاد الكبار يعني اذا كان مرتكب للكبائر يبقى اقول له اول حاجه امنع نفسك من ارتكاب الكبائر. اذا كان ترك الفروض والطاعات والاركان اقول له اول حاجه امتثل الفروض والطاعات والاركان. ما يجيش واحد مرتكب للكبائر اقول له ايه مثلا هو بيشرب سجاير يتعاطى الدخان وايه وهو مرتكب للكبائر، اقول له سيبك من الدخان ده شيء صغير مختلف فيه، هل هو حرام ولا مكروه؟ سمعت انه من الصغائر على قدر من قدر على قدر من قدر انه حرام. وهو مرتكب للكبائر يقول له اول حاجه الاخلاء عن الكبائر، الاختيار الاولويات. ثالث ما بيصليش الفرض اقول له صلي السنه، يبقى الاول اقول له واظب على الفروض، يبقى ايه يمتثل الفروض وايه يلتزم ترك الكبائر. بعد كده ينتقل لمراحل اخرى ان هو يبتدي يترك الصغائر، وبعدين يبتدي يتورع عن المكروهات، وبعدين يبتدي في بالنسبه للطاعات انه يزيد في النوافل وهكذا. حتى كان من اجمل الامثله التي ضربها الامام الغزالي قال ايه؟ ان لو واحد عليه دم في بقعه عليها دم ازيلها بالبول ثم اغسل البول بالماء، يعني ايه ممكن اجعل لي بدائل في نفسه؟ سيب الكبائر، فانا بعمل صغير اقول بس سيب الكبائر، خلي الصغير شغال. ليه؟ بغسل الاول الدم بالبول. طب ما هو الدم نجس، بس الدم اكثف ويدخل في الثياب ويتمسك، يعني يستمسك في الانسجه بتاعت الثوب،
فقول له اغسل الدم بالباب بعد كده طهر يبقى يسهل التوطيب بعد كده. قد يكون حمضيه البول تؤثر في ازاله كثافه الدم من الامثله، وبعد كده اغسل الجميع بعد ازاله الدم المتمسك ده. فايه له تربيه في طريقه التربيه له هكذا طرق يعني. ولا بد للسالك من شيخ يؤدبه ويرشده الى سبيل الله تعالى، لان الله تعالى ارسل للعباد رسلا رسولا للارشاد، ارسل للعباد رسولا للارشاد صلى الله عليه وسلم للارشاد الى سبيله سبحانه وتعالى. فاذا ارتحل صلى الله عليه وسلم الى رفيق الاعلى قد خلف الخلفاء في مكان العلماء ورثه الانبياء حتى يرشدوا الى الله تعالى. فكل العلماء مرشدين، مش الخلفاء الراشدين لا، كل العلماء مرشدين الى الله تعالى. فكلهم من رسول الله ملتمس رشدا من البعض او غرفا من الدين، وكل واحد من العلماء له شيء من الرسول صلى الله عليه وسلم. خلاص؟ لكن ما فيش حد جمع الاوصاف كلها الا من كان قريب قوي اللي هو الولد محمد، يكون ايه؟ جمع بقدر الامكان اكثر من غيره. واكثر واحد جمع عند حال النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا اللي هو ايه؟ القطب الزمان او الولد محمد. وشرط الشيخ الذي يصبر ان يكون نائبا لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه ان يكون عالما، ولكن لا كل عالم يصبح للخلافه. واني ابين لك بعض علاماته على سبيل الاجمال حتى لا يدعي كل احد انه مرشد. فنقول من يعرض عن حب الدنيا وحب الجاه وكان قد تابع لشخص بصير تتسلسل متابعته الى سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، وكان محسنا رياضة نفسه من قلة الاكل والقول والنوم وكثرة الصلوات والصدقة والصوم، وكان بمتابعة الشيخ البصير جاعلا محاسن الاخلاق له سيرة كالصبر والصلاة والشكر والتوكل واليقين والقناعة وطمأنينة النفس والحلم والتواضع والعلم والصدق والحياء والوفاء والوقار والسكون والتأني وأمثالها، فهو إذن نور من أنوار النبي صلى الله عليه وسلم يصبح للاقتداء به. ولكن وجود مثله نادر أعز من الكبريت الأحمر، ومن سعادته السعادة فوجد شيخا كما ذكرنا وقبله الشيخ ينبغي أن يحترمه ظاهرا وباطنا. أما احترام الظاهر فهو ألا يجادله ولا يشتغل بالاحتجاج معه في كل مسألة وإن علم خطأه، ولا يلقي بين يديه سجادته إلا وقت أداء الصلاة فإذا فرغ يرفعها، ولا يكثر نوافل الصلاة بحضرته، ويعمل ما يأمره الشيخ من العمل بقدر وسعه وطاقته. وأما احترام الباطن فهو أن كل ما يسمع ويقبل منه في الظاهر لا ينكره في الباطن لا فعلا ولا قولا، لئلا يتسم بالنفاق، وإن لم يستطع يترك صحبته إلى أن يوافق باطنه ظاهرا. ده شروط الشيخ الكامل، ده الكمل دول، مش ده الأكمل اللي هو يعتبر وصل للكمل دول. وشرط الشيخ الذي يصبح أن يكون نائبا لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ده نائب عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ذكرنا الصفات بتاعت الولد محمد تقريب أو من كان قريبا منه، وقلنا دي درجات الولد محمدي الأقطاب الأربعة، القطب الزمان وبعدين الأقطاب الأربعة، واللي بعد كده الأربعين وما إلى ذلك. الأربعين الأبدال وبعدين هي النجباء 313. ولكن لا كل عالم يصبح للخلافة، أي لخلافة النبي صلى الله عليه وسلم نائبا عنه. وإني أبين لك بعض علاماته على سبيل الإجمال حتى لا يدعي كل أحد أنه مرشد. ماشي، لكن في حصول الصفات الدنيا دي من كل حال من الاحوال دي كما سنشرع كافي في ان يكون مرشد ومربي، لكن فوق مربين فوقهم فوق بعضهم فوق بعض او فوق كل ذي علم عليم. فنقول اللي هو ده الكامل يعني
من يعرض عن حب الدنيا وحب الجاه. في قلبه طبعا نشيد، وكان قد تابع لشخص بصير تتسلسل متابعته الى سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. يبقى الطريق ماخوذ بالميراث، والميراث في ايه؟ سلسله العلماء، سلسله الاولياء، سلسله المربين، سلسله الصوفيين، خلاص اللي هم يسمون في الاخر الصوفيين. تجد السلسله دي ليها اسانيد بالفعل، في اسانيد متصله حاليه، بمعنى كل واحد تربى على شيخ، ها؟ وشيخه تربى على شيخ، وشيخه تربى على شيخ، هكذا تجد الاسانيد دي عن الطريقه النقشبنديه موجوده، والشاذليه موجوده ايضا، الى الامام الحسن البصري الى علي بن ابي طالب كما قلنا، والى الحسن البصري الى ابي بكر الصديق على القول بانه لاقياهما وتلقى عليهما ذلك الطريق. خلاص؟ كل الصحابه اولياء، لكن مشهور منهم ايه؟ سيدنا ابو بكر، لان صاحب مقام الصديقين، وسيدنا علي كبير العارفين. خلاص؟ وقد تابع لشخص بصير تتسلسل متابعته الى سيد المرسلين. ده عن شيخ عن شيخ عن شيخ. الغالب في الاسناد في الطريق الى الله تعالى في اسناد ظاهر موجود، موجود كده ميراثا، لان كان عايش معاه وكده. خلاص؟ وده موجود في اسنادين موجودين مطبوعين في الكتب، يعني تجد ذكرهم الامام ابن عجيب الحسني في شرحه على الحكم العقائديه المسمى ايه؟ يقضي الهمم شرح الحكم، وذكره كثير من العلماء الاسنادين دول مذكورين يعني. ده اسناد حالي مستمر، ومنهم ايضا موجود ما في اساليب اخرى معتبره عند اهل التصوف. وهي الاسناد اللي هو بالباطن، بمعنى ايه؟ ان هذا اخذ العلم، هذا السالك يقول ايه؟ هذا سلوكه يزيدي. معنى كلمه سلوكه يزيدي؟ اي انه اخذ العلم بالباطن بالميراث في المنام او في اليقظه عن ابو يزيد القسطاني، وبينه وبينه قرون، قرنين ثلاثه، فيقول هذا سلوك يزيد. اي كما اقول اخذ من علم سيدنا ابو يزيد القسطاني، سواء تلقى ذلك العلم في المنام من سيدنا ابو يزيد، او تلقاه في اليقظه من سيدنا ابو يزيد. يزور له كده المثال بتاع سيدنا ابو يزيد، ويلقيه ويلقنه ويعلمه، فتجد اكتسب العلم منه وسار على طريقه، فيقول هذا مقام مزيدي، اي ايه؟ يزيدي، اي ماخوذ من سيدنا ابو يزيد القسطاني، وهكذا. يبقى في جزء مقطوع لكن هو قرنين مثلا، لكن بيظهر الشيخ ويربيه، او الشيخ بياتيه في المنام ويربيه، وكل ما تظهر مشكله يحل هذا. وده حدث ما عندنا يعني في الواقع مع بعض الطلبه عندنا الطالبات والطالبات، انهم بالفعل انهم يسيرون على الشيخ مثلا الشاذلي او الحسن الشاذلي، ياتيهم في المنام ويوجههم، وياتيهم في اليقظه ويوجههم، واذا راحوا يزوروه وجدوه في الطريق وشافوه كده ينكشف عنه الاحوال. خلاص؟ فيبقى ده مقام شاذلي حلو قوي. المهم ان في سلسلتين الساده الصوفيه يتجاوزون قليلا. طب ايه العلم الشرعي في هذا؟ نقول ان درجات الجرح والتعديل، عشان كنا بنتكلم في علم الايه؟ المصطلح الحديث النبوي في كتاب التقريب والتيسير، درجات الجرح والتعديل دي تختلف في مراتبها. فبالنسبه للحديث الصحيح الذي يحتج به في الاحكام والعقائد يبقى لازم اعلى درجه، الثقه المتقن ده. طيب درجه اقل منه حديث حسن، ماشي. طب حديث ضعيف، الراوي فيه ضعيف، اختلط كثيرا، ها؟ لم يصل الى مرتبه الحسن او الصح او الصحه، هذا يقبل حديثه في ايه؟ في ابواب معينه في فضائل الاعمال. دي مراتب جرح الحديث والتعديل في الحديث. طب مرتبه السيره النبويه، ده احنا بنقبل في السيره النبويه ما لا نقبله في الحديث، ليه؟ لانها فيها فوائد اخرى. طب مرتبه الاخباريين اللي هي التواريخ زي تاريخ ابن كثير في البدايه والنهايه او التواريخ، ناخد الدرجه اقل درجه من درجه ايه؟ السيره النبويه. في الطريق الى الله تعالى ناخد الدرجه انقطاع الاسناد باعتبار اتصاله في الباطن. ما اتصاله في الباطن؟ ان الشيخ بيلقنه عبر القرون ليراه ويعلمه. خلاص؟ وان كان في اسناد متصل، لكن احنا بنعتبر برضه ايضا الاسناد المنقطع ظاهرا وان كان متصل باطنا.
ورد ان بعض العلماء كان يعلمه الشيخ ابو يزيد القسطاني ظاهره وباطنه، يظهر امامه ويقول له اعمل كذا وكذا وكذا وكذا، خلاص. فده موجود، وهذا من نوع الاساليب الموجوده في السلوك والطريق الى الله تعالى. نتجاوز فيه كما تجاوزنا في الحديث الصحيح في الاحكام الى السيره، بل نقبل الناس بالسيره ولا نقبلهم في الحديث. وتقبلنا وتجاوزنا فقبلنا ناس في الاخبار اللي اسمه الاخباري، ولم نقبله لا في السيره ولا في الحديث. هكذا في الطريق الى الله تعالى قبلنا بعض الناس الذين يعني قالوا انهم يلقنون العلم من هؤلاء الائمه الاكابر في الظاهر او الباطن او المنام. يبقى لازم يكون ايه؟ وكان قد تابع لشخص بصير تتسلسل متابعته الى سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. بعض اكابر السالكين او المربين تلقوا في الباطن عن اكابر، خلاص يعتبر كده. وصف لها هذا الشير. وكان محسنا رياضة نفسه. هذا الشيخ أحسن رياضة النفس، يعني إذا هو اكتشف أن عنده نفس وهوى وشيطان ودنيا، وابتدى يقري الأشياء الأربعة دي، لأنه زهد في الدنيا وامتنع عنها وما تعلقش قلب بها، وإن كان عايش فيه وقد يلبس أفضل ثياب وأغلال، إلا أنه قلب غير معلق بالدنيا، المهم عدم تعلق القلب، لأن هذا العلم مبني على القلب. فالشيخ ده إيه؟ محسنا رياضة نفسه. اكتشف ان عنده هوى وشيطان ودنيا ونفس امر بالسوء، وابتدى يقلد لبعضه، فاحسن رياضه نفسه يروض النفس من قله الاكل والقول والنوم وكثره الصلوات والصدقه والصوم. هو يشير الى الاربع اركان للطريق، اربع اركان: قله الانام والمنام والطعام، قلة الأنام والمنام والطعام والكلام، هما اثنين مبنيين على اثنين. فقلة الأنام تؤدي إلى قلة الكلام، فعلاقة بين إيه؟ مش هتكلم كتير عشان ما ارتبش عشان ما نمش، خلاص يبقى لازم أقلل من الأنام من اختلاطي بالبشر، خلاص. وقلة الطعام تؤدي إلى قلة المنام، قلة الأهل، الواحد لو كان كتير هيشرب كتير هينام كتير. فدول الطرق طريق الله في قلة الأنام وقلة الطعام وقلة المنام وقلة الكلام. وهنا بيشير إلى هذه الأربعة. قال: بمتابعة الشيء محسنا رياضة نفسه من قلة الأكل والقول، أي قلة القول، والنوم، أي قلة النوم، وكثرة العبادة، كثرة الصلوات والصدقة والصوم. وكان بمتابعة الشيخ بصير، كان الشيخ بتاعه أيضا بصير، عنده نفس الصفات بتاعته دي، لأنه متمكن فيها أكثر، فلما يكون الشيخ أكثر تمكنا في تلك الصفات. جاعلا محاسن الأخلاق له سيرة، إن سيرته طريقه هي محاسن الأخلاق. وابتدى يذكر بعض محاسن الأخلاق كالصبر والصلاة والشكر والتوكل، أي استحضار هذه المعاني القلبية. فالأمر الذي قلنا الطريق إلى الله مبني على استحضار المعاني القلبية، ويهتم بصلاح القلب فقط، إلا من أتى الله بقلب سليم. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. يبتدي يهتم بإصلاح القلب بمراعاة هذه الأوصاف. الصبر، أو الصبر ده ضد الغضب. هنا كما كنا بنشرح الغضب قريبا يعني، قلنا كالصبر والصلاة والشكر، الشكر يكون في مقابل نعمة أنعم الله تعالى على العبد، فإيه يقابلها بالشكر على النعمة التي أتت إليه، بخلاف الحمد، الحمد على مطلق النعم، الثناء بالجميل على الجميل الاختياري. طيب، والشكر والتوكل اليقين، واليقين القناعة، يكون عنده قناعة بما رزقه الله تعالى، فلا يتطلع ولا يتطلب قلبه، يتطلع قلبه إلى أشياء أعلى أو أكثر، ده نادر. تجد 99% من الناس ما عنده قناعة، وقد يصل هذه القناعة إلى عدم وجود القناعة إلى التحريم، أنه يتطلع إلى شيء لا سبب له، ليس لم يسببه الله تعالى له.
كأن يطلع يتطلع إلى شيء إلى شراء سيارة فخمة وليس عنده المال ويقترض ويتدين وليس عنده السداد، ده حرام واضح. 99% من العوام عندهم هذا، أن يتطلع هذه التطلعات ويحاول يحققها، ده حرام. أما تطلعه العادي أو مبلغ، لكن إيه؟ الأصل عدم التطلع. شوف سيدنا عمر لما كان لا يقدر شيء مطلق، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له: ما أتاك من غير تطلع نفسك فخذه، وما تطلعت به نفسك فدعه. يعني لو نفسك تطلعت شيء، لأن واحد جاي يقول لي ما اخذتوش. طب لو نفسك ما تطلعتش أصلا ما جاش الشيء ده من غير ما حد نفسه تطلع إليه أو أبي إليه، أقبل. ماشي؟ يعني وقع قاعدة سيدنا صلى الله عليه وسلم هو اللي تتطلع عليه الناس ما تقبلوش، ليه؟ لأن نفسك مشتاقه إليه، أنت بتعالج نفسك. طب واللي ما تتطلعش وجالك عن غير التطلع نفسك، فاقبله وخذه يعني. من كان مكابر زي سيدنا عمر، لأنه مقام الصديقين برضه كان يرفض كل شيء من الآخر، فالرسول بعض القاع. والتوكل واليقين والقناعة، أن يكتفي بما رزقه الله تعالى، وطمأنينة النفس بالله تعالى، نفسه مطمئنة بالله تعالى، أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، خلاص؟ وأن روح القدس قد أبقى في روحي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي أجلها ورزقها، أو رزقها وأجلها، فيطمئن بالله كده، يبقى يرجع حمور يرمي أمره على الله تعالى ويتوكل، وده معنى التوكل ومعنى اليقين أيضا. فمشتركين في طمأنينة النفس بالله تعالى. وابتدى يتكلم عن صفات يجب تحصيلها: الحلم، الأناة، خلاص؟ النبي ليس عنده تسرع، يصبر، خلاص؟ والتواضع. فالحلم هنا انك انت تصبر، واحد قال لك كلمة وحشة اسكت، تتحمل. طب المقام الأعلى في الحلم مقام النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، الحلم بتاعه ايه؟ كلما ازددت عليه يعني كلما يعني كان احد اظن ابن سعنة، زيد ابن سعنة اليهودي، عالم كل صفات النبي صلى الله عليه وسلم، صفه واحده في التوراه، فاراد ان يتحقق منها هذه الصفه ايه؟ انه كلما ازددت عليه فضلا وغلظه ازداد هو حلما صلى الله عليه وسلم. فكان زيد ابن سعنة اخرج النبي شيئا، وكان معاه بعد شهر يسدد ذلك الشيء، النبي صلى الله عليه وسلم يسدد ذلك الشيء الذي اقترض له من زيد بن سعنة. فجاء بعد 3 أسابيع تقريبا، والرسول صلى الله عليه وسلم جالس في المجلس في المسجد، فجاء زيد بن سعنة وقف كده: أين مال يا محمد؟ يا بني عبد المطلب انتم قوم مطلق وسط الصحابه، ولسه الدين ما جاش، فاضل اسبوع. سيدنا عمر بن الخطاب عينه بقى ايه؟ ثابت وخلاص هيجيب يخطب. فسيدنا سافر اشار اليه: اجلس. وقال لسيدنا ابو بكر، سيدنا عمر قال: يا عمر، في روايات كان الأفضل لك أن تأمره بحسن الطلب وتأمرني بحسن الأداء، ورغم ذلك لسه أسبوع على حلول الدين. شوف بقى درجة الحلم العالية. أمر عمر نفسه اللي هو كان هيخطب الرجل زيد بن سعنة، وأمره أن يعطيه يقوم ويوفيه الدين، رغم الدين لسه دينه محدش، مع حدش وقته زمانه محدش، وأن يزيده أجر مرة الوعد. وقال: أحسنكم أداء أو قضاء، خلاص؟ وأمر له بزيادة من المال. فزيد بن سعنة أسلم، قال هذه الصفة، أن كلما ازددت عليه قسوة أو كده ازداد هو حلما صلى الله عليه وسلم. ده حلم، الحلم بتاع سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم الأعلى ده، لما الراجل جازه من العباءة حتى أثرت في عنقه الشريف: أعطني يا بني عبد، أعطني من مال الله، إنك لا تعطيني من مالك. فأمر له بمال، وضحك الرجل الجسد شديدا واثرت في عمقه العباءه، رغم كده ضحك عليه الصلاه والسلام وامر له بعطاء، رغم انه ملوش حق الراجل، يعني جاي يطلب ايه؟ عطاء، صدقه، اعطيني من مال الله فانك لا تعطيني من مالك ولا مال ابيك،
يقول كده لسيد الخلق ماشي ها اكن الخلق عليه الصلاه والسلام. فدي القمه العظمى في ايه؟ وصف حال الحلم والتواضع عليه الصلاه والسلام. يجلس على الارض ويقول انا اكل كما ياكل العبد واجلس كما يجلس العبد ومن اعبد مني لله تعالى. لكن التواضع يعني ده بتاعنا ماشي، لكن في درجه اولى من التواضع خالد النبي صلى الله عليه وسلم. والعلم والصدق تحري الصدق وتحري الحياه خلاص. والوفاء يوفي بالعهد، والوقار عنده الزنا والوقار، والسكون اي السكون دائما يكون حاله ساكن لا يتحرك كثيرا، والتأني وأمثالها يكون هذا من أوصاف المربي. فهو إذا نور من أنوار النبي صلى الله عليه وسلم، كلما كان تحققت فيه تلك الصفات كلما تمكنت منه كلما كان أقرب من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان المدد من النبي صلى الله عليه وسلم من على يد على مدد الله تعالى على يد الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم أعلى وأكثر والنور أكثر عندما توفرت فيه تلك الصفات وتمكنت منه. فقلت نعم، فهو إذا نور من أنوار النبي صلى الله عليه وسلم يصبح للاقتداء به. لو كان الصورة دي اللي كتبها الشيخ وذكرها. ولكن وجود مثله نادر أعز من الكبريت الأحمر. الكبريت الأحمر ده شيء نادر جدا. خلاص؟ شديد النظرة يعني. ولكن وجود مثله نادر أعز من الكبريت الأحمر. ومن سعادته السعادة فوجد شيخا كما ذكرنا وقال له الشيخ، الشيخ ده مش عارف تلاميذه مش عارف تلاميذه، ده تلميذي ولا لا، ده ابني ولا مش ابني، اي ده مريدي ولا مش مريدي. كان الشيخ كما يحكي لنا سيدنا نور الدين الشيخ فضيلة مولانا الشيخ علي بن معاذ المفتي قطب زمانه رضي الله تعالى عنه وارضاه، كان بيقول ايه الشيخ محمد امين بغدادي هذا من كبار اولياء عصره، كان قرب زمان. فيقول الشيخ محمد امين بغدادي كان ياتي الى المريد، راجل عايز قلبه يبقى كويس، يقول له انك لست ابني، ليس لك رزق عندي الا سبعه قالوا له انت ابن تعالى. وكان السبعه دي لهم دلالات على ان ده شيخه، منها من مثال كده ان ياتي رجل يريد ان يكون مريدا على يد الشيخ محمد امين بغدادي. فايه؟ يقول ايه؟ اللهم ان كان هذا شافي في الشيخ نفسه. اللهم ان كان هذا شافي فاعلمه بما في قلبي ويخبرني بما في قلبي. ويدخل مثلا عليه كده يكون بيفكر في الفراخ المشوية. فاقول له السلام عليكم، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، يقول لي اضرب الفراخ المشوية. ربنا اخره على قلبي. قال له انتبه تعالى. فكان سبعه ده يعني كانوا من كبار الاولياء في العصر السابق يعني 100 سنه تقريبا. الشيخ محمد امين بغدادي كان قطب عصري يعني. فاذا ده وجود نادم، ومن سعادته السعاده فوجد شيخا كما ذكرنا وقبله الشيخ، الشيخ بإذنه خلاص. في طرق مختلفه في المسائل، الطرق دي عامله الطرق السلوكيه زي المذاهب الفقهيه بالظبط. خلاص؟ ففي مختلفه، في بعضهم السيده النقشبنديه يقول الطريق انقطع. خلاص من ايام سيدنا احمد سيدنا احمد البغدادي قال الطريق انقطع، ما فيش حد يقول الطريق بعدي. ولا السبعه ولا السبعه، ما حدش الطريق انقطع. لان عندهم الطريق بتاعهم عالي جدا. يعني لا يتقبل كل الناس، يتقبل القمه فقط. والعلاج في تربيه الفقير او المسالك بيكون بالنظره، يعني يكون نظر الي فخلع ما بقلبي من الغل، وغير حول بالنظر، غير حال المريض بالنظر، دي بتبقى نادره جدا عند القمه يعني، سواء من كل طريق من كل الطرق. وقبله الشيخ ينبغي ان يحترمه ظاهرا وباطنا، يحترم الشيخ ظاهرا وباطنا. اما احترام الظاهري فهو الا يجادله خصوصا في الطريق، يعني ممكن اجادله في الفقه لكن ما جادلوش في الطريق. هل يعمل كده ولا كده؟ احكي لكم انا كنت شغال في الاذكار
وبحفظ الأذكار النووية على طول مباشرة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فرحت للشيخ قال له هو ثابت مظبوط ولا مش مظبوط؟ أنا أعرف أعرف إزاي؟ خد الأوراد دي كلها. اداني الأوراد اشتغلت عليها شوية، بعدين لقيت نفسي إيه؟ عندي جيب من الرجوع إن أنا أقصر فيها أو ما أمشيش على الأوراد دي. أما رحت بسأله وأم هادي بقول لك ما ابتدتش خد الأوراد دي اشتغل عليها بس. ما هو يبقى هو عارف الحال. اشتغلت على الأوراد استقرأت زيادة. أحسست بالإطمئنان زيادة، أحسست باستقرار زيادة، بطمأنينة النفس زيادة، حتى لو كان سؤالي يا مولانا أنا ماشي صح ولا غلط؟ وأنا سالك مظبوط ولا مش سالك؟ هذا معنى؟ فما ده الأول أحسست بالإطمئنان زيادة، رسوخ زيادة، ها؟ أما احترام الله فهو ألا يجادله ولا يشتغل في الاحتجاج معه في كل مسألة معه، ملوش إيه دليل في كل مسألة، دليل قال واضح؟ وإن علم خطأه، إن علم خطأ الشيخ حتى لو علم خطأ الشيخ، إن شاء الله أنا أولاً شيخ سيدنا الشيخ علي جمعة، كثير جدا من المسائل أسأله فيها وأطلع وأكون أنا ما بسألش لما يكون حصل خلاف، الحمد لله بفضل الله تعالى ومنته أني أوافقه فيما يحكم به من الأحكام والفتاوى بنسبة 99%، أنا بجلس كده أسمعه لأنه لا الله الفتوى فقط ما عندي اعتقادي، دي بصفة دايما 99%. نادر بقى ما تكون مسألة أنا في مسألة فقهي وهو أفتى بغير ما أنا أعتقده من الفتوى أو ما في ذهني يعني من الفتوى هذه المسألة، فأجد في الآخر بعد جدال أو من غير جدال أجد إن هو على الحق دايما. غير طبعا الكشف اللي بيحصل عنده وغير الكرامات اللي بتحصل، لكن أجد إن هو على الحق دايما. آخر مسألة كنا في مجلس فقال إيه؟ الخوارج ليس لهم شوكة والبغاة لهم شوكة. قلت له ما الفرق بين الخوارج والبغاة؟ قال إذا كانوا ما لهمش شوكة يعني يبقوا خوارج. وإذا كان لهم شوكة يبقوا بغاة. استغلب ذهني على المزايا الأربعة مش كده؟ رجعت قريت على الكتب المزايا الأربعة وجدت إن دي خلاصة النظرة العليا لمسألة الفرق بين الخوارج والبغاة. الخارجي ده ما بيبنيلوش قوة ولا شوكة لكن بيقتل الناس. طب البغاة لا ده لهم قوة وشوكة ومنعة. وجدت ايه رجعتها على المزايا الأربعة في تعريفات كلمة خوارج وتعريفات كلمة بغاة وجدت إن القول حق. أن الخوارج لا شوكة ده النهاية الخلاصة. فهو بيأتي لك بالخلاصات واضح بكمال علم يعني من أن نتاه الله تعالى. فتجد كده بصفة دايمة. فتوى تانية ناس سألوني عن واحد أرض موجودة في واحد باعها لابنه. وجاء أحد أبنائه خد العقد ده وإداه للأب قام قطع فضاعت الملكية بتاع الأرض. اللي وقع في ذهني إن ده إيه؟ إن العين هلكت فيضمنها اللي أعطى الأمين على العقد ده اللي أعطاه للأب اللي قطع. ماشي؟ اللي وقع في ذهني في قياس الخاطر إن الأرض هلكت فيضمن اللي مثل الذي إيه يعني أعطى العقد لمن يمثله. لأن يعني العقد كده الأرض رجعت لإيه؟ مقصوبة، ما بقاش ملك، رجعت للملك الأول وهذا غصب لأن هي بقت الملك الثاني. فالثالث لما أخذ العقد وأعطاه للملك الأول فمزقه. فأنا اعتبرت إن ده إيه؟ ضمان إن هو اللي أعطى العقد للملك الأول يمزقه ده ضامن للأرض. فقعدت أجادل الشيخ قال لي دي مش ضمان لأن العين موجودة ده اسمه غصب اغتصبت العين. فالفرق الدقيق عيني دائما رضي الله عنه وارضاه. فالمهم يقول ولكن وجود مثله نادر أعز من الكبريت الأحمر ومن ساعدته السعادة فوجد شيخا كما ذكرنا. وقبل الشيخ ينبغي أن يحترمه ضررا وبطنا. أما احترام الله فهو ألا يجادله ولا يشتغل بالاحتجاج عنه معه في كل مسألة وإن علم خطأ الشيخ ظن من الشيخ لأن هذا العلم ده غلط ده ظن خطأ.
فده التأدب معه في المجادلة. لكن طبعا لو كنت بتروح بإنسان بيسأل مش للمجادلة إنما للعلم حتى لو تتضح المسألة في ذهنه، لا لا لكن ما يمثلش من كده خلاص. ولا يلقي كده آداب ظاهرة بقى في الآداب العامة، ولا يلقي بين يديه سجادة، كان دايما الإنسان يمشي مع سجادة الصلاة بتاعته، ما يجيش يفرش سجادة الصلاة ويقعد عليها قدام الشيخ، لا ماشي. طب والشيخ مش قاعد على السجادة، على سجادة، وحتى لو قاعد على سجادته وانا ما اعملش زيه وافرد سجادته واقعد قدامه، انا ايه لا يفرد لا يلقي بين يديه سجادته اي اللي بيصلي عليها الا وقت اداء الصلاه. وقت اداء الصلاه يفرش سجادته ويصلي زي عدد من الذين يفرشوا ايه الازار ويصلي عليه او ايه ما يكون معهم من الثياب. فاذا فرغ يرفعها يلم السجاده بتاعته ويقعد ربع قامت تادبا مع الشيخ. ولا يكثر نوافل الصلاه بحضره، ما يقعدش بقى يطيل في الصلاه والشيخ قاعد، لا يلتفت اليه، لان ده فرض الكفايه ان انا صلاح القلب وتلقي العلم الظاهر والباطن فرض كفايه، ده فرض عين في العلم الباطن لاصلاح القلب ودي نافله. فلا يكثر من النوافل، يؤدي النوافل بقدر الامكان بسريع وهي ما يسمعش. ولا يكثر نوافل الصلاه بحضرته ويعمل ما يامره الشيخ من العمل بقدر وسعه وتقدر، يلتقي ايه؟ لان الشيخ مطلع، الشيخ على الاقل ان الشيخ خارج الموضوع والمشكله بتاعتك فينظر اليها فيحيط بنواحيها ويعطيك الجواب الامثل او الطريق الامثل لحل تلك المشاكل سواء في ايه اصلاح الباطل او غيره. واما احترام الباطل فهو ان كل ما يسمع ويقبل منه في الظاهر لا ينكره في الباطن. الحمد لله رب العالمين، ما ينكرش عليه الباطن لان هو اعلم منه، لا فعلا ولا قولا، ما ينكرش على الشيخ بقدر خلاص، لئلا يتسم بالنفاق. يبقى في الظاهر قاعد بتقول انت شيخي وفي باطنك انت معارض له، خلاص ما ينفعش. وان لم يستطع ذلك اصبح الباطن لانه يقول انا متفق الى مشايخي، يخرج صحبته الى ان يوافق باطنه ظاهره، يسيب صحبه الشيخ لغايه ما يحس ان هو ايه في الباطن الظاهر ممتثل له خلاص. امتثالك للشيخ وامتثالك لامر الله تعالى، مش بالشيخ، الشيخ ده مش معبود من دون الله، ده مجرد واسطه بيني وبين الله تعالى. وبعض ما راح يحكيها الواسطه كالعاده، لان النفع والضر على الحقيقه هو الله، ولا نفع ولا ضر سواه، والواهب على الحقيقه هو الله. فانه وهب لك الشيخ فتحمده على انه جعل لك ذلك الشيخ لتسلك اليه عن طريق ذلك الشيخ الذي يربيك ويقربك الى الله تعالى. فالشيخ مربي ومقرب الى الله تعالى ومرشد يلقيك. قال ويحترز عن مجالسه صاحب السوء ليقصر ولايه الشياطين، ليقصر ولايه شياطين الجن والانس من صحن قلبه، فيصفى عن لوث الشيطان. وعلى كل حال يختار الفقر على الغنى. بعد ما وجد الشيخ بيتربع على طريقه وعايز يعالج نفسه برضه، ويحترز عن مجالسه صاحب السوء، اي اصحاب السوء ما بيجلسهمش. ما بيجلسوش الا مقصرين في العبادات، دول كلهم اصحاب سوء. في منه طبعا صاحب سوء حرام ان انا جاته اللي هيجعلني اعصي الله، وصاحب سوء هيقصر في عبادتي خلاص، يجعلني مقصر مثلا في الذكر، اقول لك ما تذكرش ما تجلسش معاه، خليك مع الذاكر خلاص. ويحتاج عن جلسه صاحب السوء ليقصر ولايه الشيطان شياطين الجن والانس من صحن قلب. يقصر اي يمنع او يحجم ولاية شياطين الجن والإنس عن صحن قلبه، عن القلب بتاعه. أي يقلل ويمنع تسلط القلب الشياطين على القلب. فيصفى عن لوث الشيطان. فيصفى عن إيه؟ لوث الشيطان، آثار الشيطان. وعلى كل حال يختار الفقر على الغنى. يختار الفقر على الغنى. لأن سلك الأوقات يجد أن الغنى يمنعه من كمال الحضور والانشغال بالله تعالى، ما
انه بينشغل بالغير بالمال الذي الذي ابتلى به فيمنعه من كمال التعبد، زي قصه ايه؟ فرأيت من اتخذ قصه حاجه من النبي بلتعت ابن ابي حلفه من غير ايه؟ قال الله تعالى ان يومين، فقال لن تستطيع، قال لا ان شاء الله ياتي بها بشرطها ادعو الله، فدعا لنا صلى الله عليه وسلم، كان عنده غنائمات صغيره. ففضل ايه طريق الغنائمات لغايه ما ايه؟ كان بيصلي الفروض الخمسه، بيصلي الجمعه مع سيدنا صلى الله عليه وسلم، فاتسع المال بتاعه الغنائمات ده عنده قطعان، فخرج بره المدينه فاصبح لا يصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يجي الجمعه، ازداد المال ما بقاش يروح الجمعه. وبعدين راح بعد كده سال جاء الرجل يجمع الزكاة، فجاء إليه فقال اعطيني الزكاة، قال اذهب إلى من بعدي، خذ الزكاة من اللي بعدي، فذهب إليه ثم رجع إليه قال إني أراها شقيقة الجزية، أنت بتاخذ مني جزية مش هدفع الزكاة، وما ادفعش الزكاة. فراح للرسول صلى الله عليه وسلم، ها؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم وين أنت؟ ها؟ وإيه مثلك فيه الآيات؟ منهم من عهد الله لئن آتانا من فضله لمن صدقنا ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله دخلوا به واستغنوا. الآيات نزلت في هذا الرجل طلب الغنى وهو كان المفروض يمشي مستور وخلاص. ونقف هنا ثم اعلم ان التصوف له خصلتان، الاستقامه من مع الله تعالى والسكون عن الخلق. فمن استقام واحسن خلقه بالناس وعملهم بالحلم فهو صوفي. نقف عن الصوفي وايه وعلى ان التصوف له خصلتان، والله تعالى اعلى واعلم وعز وجل. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.